المؤتمر السوداني الدجير غير مرشح لرئاسة الوزراء. أعلن حزب المؤتمر السوداني أن رئيس الحزب عمر يوسف الدجير غير مرشح من الحزب المنصب رئيس الوزراء في حكومة الفترة الانتقالية، وأن الحزب غير مشارك بأي من عضويته في مجلس السيادة أو سيادة الوزراء. ونفى الحزب من خلال بيان في إدارة الإعلام الأنباء التي ترددت عن ترشيح نداء السودان وقوى الحرية والتغيير للدجير لرئاسة مجلس الوزراء، وقال الحزب إن هذه الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية غير صحيحة وعارية عن الصحة تماما. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين ترشيح الدجير لرئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة. وقال بيان الحزب أننا في حزب المؤتمر السوداني نؤكد أننا غير معنيين بهذه الشائعات، وأن تركيزنا الآن منصب على مواجهة تحديات الفترة الانتقالية ودعم السلطة التي تتوافق عليها قوى الحرية والتغيير، ومواجهة قضايا الشعب الملحة على رأسها السلام، ومواجهة الأزمة المعيشية وتفكيك مؤسسات النظام البائد. أستاذ يعني أسامة، كيف تقرأ موقف المؤتمر السوداني في عدم ترشيح الدجير والحزب غير مشارك في الحكومة الانتقالية بأي عضو في الحزب؟ بداية، عدم مشاركة المؤتمر السوداني في الحكومة المقبلة هو ليس الاتجاه الجديد، لأنه سبق بذلك حزب الأمة. حزب الأمة ذكر أنه لن يشارك في الحكومة، ربما تكون مشاركة المؤتمر السوداني على مستوى البرلمان المجلس التشريعي، لكن بكل الأحوال اختيار الدجير أو ترشيح الدجير لرئاسة الوزراء لا يأتي من المؤتمر السوداني، بل هو يأتي من الكيان الأكبر الحرية والتغيير. أنا أتوقع أن يتم أن يكون الدجير أحد المرشحين، معلوم أن الدجير يعني من أفضل القيادات الآن في قوى الحرية والتغيير، من أميز القيادات، كان حاضر بشكل كبير في الفترة الماضية منذ التغيير وما قبل التغيير. بالتالي في تقديري الشخصي من المناسب جدا ترشيح الدجير لرئاسة الوزراء، حتى إذا تم التفاضل ما بين الدجير وأي شخصية من خارج السودان سترجح كفة الدجير باعتباره حاضر في المشهد السياسي، متابع للأوضاع، قريب جدا من نبض الشارع، ويعرف كثير من التفاصيل بعكس الشخصيات التي تم ترشيحها من خارج السودان. لكن بكل الأحوال حديث المؤتمر السوداني ربما يكون هذا هو رأي الحزب الداخلي، لكن الرؤية النهائية ستكون لحرية التغيير. إذا رشح حرية التغيير عمر الدجير فلا مناص من الحزب المؤتمر السوداني أن يوافق على ترشيح الحرية والتغيير. على كل، ربما تحدث مفاجأة في رئيس الوزراء، لأنه كافة التكوينات ذهبت في اتجاه عبد الله حمدوك، لكن أنا استبعد هذا الترشيح، يعني واضح جدا أنه لن يكون هو المرشح. ربما تحدث مفاجأة أن يتم تقديم شخصية أخرى، يعني حتى الآن غير واضح لرئاسة الوزراء. طيب، يعني دعنا نتحدث عن حزب المؤتمر السوداني. يمكن في اليومين الماضيين ضجت الأسافير بكثير جدا من الأخبار وما يتداول عن حزب المؤتمر السوداني. نقدر ندرج ما حدث ذا تحت عنوان، هل تحت عنوان يعني إثارة الضجة وربما الاغتيال السياسي؟ والله هذه هي واحدة من أشكال ممارسة الديمقراطية وحرية التعبير. طبعا بكل الأحوال أنا لاحظت أن هناك حملة ضد المؤتمر السوداني، يعني كان تأخيرها في المقر الذي تم استئجاره بحي العمارات، بعض الزعماء في اتجاه أنه يعني قيادة حملة حتى أبواب المؤتمر السوداني طرح السؤال من أين لك هذا؟ هذا ليس الأمر موضوعيا. أنا في التقدير أن المؤتمر السوداني من أفضل الأحزاب الآن التي هي ليست بالوسط وليست باليسار، ثم أن المؤتمر السوداني في كل دورة يقدم رئيسا جديدا، يعني هي يعني بكل تأكيد هذه منعدمة في كافة دائرة الحزب الواحد يعني. في كل الأحوال المؤتمر السوداني يقدم تجربة جديدة من خلال تقديم شخصيات جديدة. الآن ستنتهي فترة عمر الدجير، متوقع أن يتم ترشيح خالد عمر لرئاسة الحزب في المرحلة المقبلة. ثم أن الميزة في المؤتمر السوداني أنه يقدم شباب، الآن قاف يعني معظم كوادر الحزب قيادات الصف الأول التي شاركت في التغيير الذي تم هي من 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 الكوادر الشبابية، حتى قيادة الحزب شبابية، عمر الدجير حتى الآن هو ممكن اعتباره من أقرب الشباب. الحزب بكل الأحوال يقدم رؤية مختلفة، يعني موجود في الساحة السياسية بشكل مختلف، قدم قيادات مميزة كانت حاضرة في الفترة الماضية، دافعت بقوة عن قوى الحرية التغيير على رأس المهندس خالد عمر. بالتالي أنا لا أرى أن الحملة تجاه المؤتمر السوداني هي يعني تنطلق من دوافع موضوعية أغلب ما تكون للكيد السياسي والحسد السياسي. نعم، يعني